الله مشاهدين الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ تنتمنى تكونوا بخير. اليوم بغيت نشارك معكم بسبوسه اقتصاديه وتتجي رائعه ببيضه واحده. لهاد البسبوسه غنحتاجو واحد الياغورت، غنحتاجو واحد الياغورت، انا درت انايا تاع البنان، وغنحتاجو واحد كاس نتاع الليمون، نصف كاس نتاع الزيت، نص كاس نتاع سكر سنيده، وواحد بيضه، وجوج كيسان تاع السميده نتاع الحلوى رقيقه، جوج خمارات حمرين، واحد خمارات واحد فانيلا سكر فانيلا، وواحد بيضه، وقبيصه الملح، وقشور نتاع الحامضه وحده اللي غنحتاجو في البسبوسه، وغنحتاجو في السيرو كاس نتاع الليمون، وكاس نتاع سنيده، وكاس صغير نتاع الماء. ونبدا معكم في تحضير هذه البسبوسه. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو بالسيرو اللي غنديروا فيه كاس نتاع سنيده، كاس صغير نتاع الماء، وكاس صغير نتاع الليمون، وغنحطوه فوق النار. وتنحطوه فوق النار بين ما نقادو البسبوسه. وغادي ندوزو دابا نحضرو البسبوسه اللي غنديرو فيها بيضه، بيضه وحده، نصف كاس نتاع السكر سنيده، واحد فانيلا سكر فانيلا، بعد ما تنخلطو تنطربو مزيان السكر مع بيضة. دابا غادي نزيدو الزيت، تنديرو كاس نتاع الزيت، نصف كاس نتاع الزيت عفوا، وكاس نتاع الليمون، واحد ياغورت، وبالنسبه ليا غير ديروا النكهه اللي بغيتوا. انا درت النكهه نتاع البنان، ممكن ديروا نتاع الفاني اللي بغيتوا. بالنسبه للنكهه على حسب الذوق. تنديروا واحد قبيصه الملح، تنديرو قشور نتاع حامضة، ودابا غادي نزيدو جوج كؤوس نتاع السميدة نتاع الحلوى، هاد البسبوسه سهله واقتصاديه تجي رائعه زوينه بزاف. تنديرو جوج خمارات، تندهنو المنا بالزبده، تنرشو بواحد شويه نتاع السميده في الحلوى، وتنديرو فيها الخليط ديالنا. ودابا غادي ندخلوها للفران اللي تنشعلو من قبل، وتنقصو العافيه. وبالنسبه للسيرو دابا تنطفيو عليه بعد ما تيطبخ على هذا الشكل. دابا غادي نطفيو عليه. وبالنسبه للفينيسيون غادي نحتاجو واحد شويه نتاع العسل، واحد المعلقه نتاع الزبده، والمعلقه نتاع مايزينا. تنضو العسل فوق العافيه،
وغادي نخليوها حتى تذوب، حتى نخليو العسل حتى تذوب، وغادي نخلطو معاها المعلقه نتاع مايزينا، تنخليو العسل حتى تذوب وتنزيدو عليها المعلقه نتاع مايزينا، تنديرو معلقه نتاع عفوا المعلقه نتاع مايزينا وتنديرو عليها العسل وتنخلطوها بالعسل. تنخلطوا مايزينا مع العسل بهذه الطريقه، تنعاودوا نخويوها نخلطوها مع العسل، تنديروا المعلقه نتاع الزبده، تنخلطوا العسل مع الزبده مع مايزينا، وتنخلطوا الخليط ديالنا حتى يولي على هذا الشكل، على شكل كريمي، تنديروه فوق النار في العافيه مهيله، العسل مع معلقه نتاع مايزينا والمعلقه نتاع الزبده حتى يولي على شكل كريمي، وتنطفيو عليه النار. بعد ما تنخرجوا البسبوسه ديالنا من الفران تتجي على هذا الشكل، وتنسقيوها بالسيرو اللي تنوجدو من قبل، السيرو نتاع الليمون اللي وجدنا من قبل بالليمون و سنيدة، تنسقيوها مزيان، ودابا تندوزو للتزيين، تنزينوها بكريم كراميل اللي وجدنا بالعسل والزبدة ومايزينا. بعد ما تنزينوها بكريم كراميل، دابا تندوزو تنزينوها بالشوكولاط الابيض اللي تندوبو، وتنزينوها بهاد الطريقه، تنحاولو نزينوها على شكل ملفي، هاد البسبوسه تتجي رائعه واقتصاديه وتتجي زوينه بزاف، والبسبوسه ديالنا تتجي على هذا الشكل، وتنحطوها في صحن التقديم، تنقطعوها مربعات بهذه الطريقه، والبسبوسه ديالنا تتجي على هذا الشكل، تتجي رائعه وتتجي زوينه، فيها نكهه الحامض، تنتمنى تنال اعجابكم، تتجي زوينه بزاف واقتصاديه وجد سهله. مشاهدين الكرام، تنتمنى تنال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتدعموني باللايك، وبسلام عليكم.